لعيب اليوفنتوس مهدي بن والبايرن، عطيه بس بقاله فتره، خلي بالك بقاله فتره ما بيلعبش، بقاله بس خبرات كبيره جدا. طبعا تلعب في خط النص، عندك عندك كمان في خط النص لعيب على مستوى الاحتراف، لعيب كيني كويس جدا، عندك دودو اللعيب البرازيلي عنده سرعات ولعيب هداف. فانت بتتكلم بصراحه يعني احنا كبيرة. قادرين، لكن علشان نكون قادرين لازم نركز كويس قوي، ولازم ما نبصش لبعد كده، ناخد المباراه بمباراه. البطولات دايما بتبدا كده يا كابتن، وانت اكيد عندك هذه الخبرات، اي بطوله بتبدا خطوه خطوه، نبص للخطوه الاولانيه، خطوه ان شاء الله مباراه الضحيل ان شاء الله ربنا وفقنا فيها، وبعدين ان شاء الله لو ربنا وفقنا مباراه البايرن ليها حسابات مختلفه يعني. طبعا يا كابتن الفرقه فرقه كبيره بنتكلم، احنا بس لازم نحترمها بشكل كبير جدا. لازم نعرف المدير الفني بتاعها لسه ماشي، اللي هو كان راجل كان موجود معاهم راح بان ايطاليا حاجه زي كده، كان جاله بان عقد مشي. فاكيد معاهم مدرب كويس، معاهم مدرب فرنسي باصول جزائريه، كان درب كوت ديفوار، درب رين الفرنسي، برضه عنده خبرات كبيره اكيد. المدرسه الفرنسيه كمان او الموجود، فانا لعبت فيها كتير يعني، انا عارف هو عنده اكيد هيبقى عنده قوام اساسي مش هيغير فيه بشكل مميز جدا، بس اللعيبه زي ما كنا بنتكلم هتحتاج وقت الانسجام، فدي الفرصه احنا لازم نحترمها بشكل كبير جدا، ولازم الشخصيه بتاعتها تفردها من اول اللقاء. الماتش هيبقى صعب، اكيد ماتش هيبقى صعب، بس انت عندك التجارب اتحطيت فيها بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت. والبدايات لما نتكلم، لو البدايه مميزه، لو قدرنا نخلص الماتش ان شاء الله حاجه كويسه، نبص اللي بعد كده. ذكرت تجربتك مع جوزيه في البطوله دي، النهارده موسيماني يمكن مش دي المره الاولى اللي يشارك فيها، قبل كده المره الاولانيه بالنسبه له كانت مع سان داونز في كاس العالم للانديه، وشاركته مع الاهلي، ممكن تفرق ازاي معانا؟ يعني مميز جدا لما يكون عندك مدير فني عنده من الخبرات اللي هو راح البطولات دي قبل كده، بيبقى عنده الاجواء كلها عارفها، يعني شايف الاجواء بتبقى عامله ازاي، شايف عامل حسابه هيحصل ايه بالظبط، عندي فرقتي بحضر السيناريو بتاعه، هبدا بمين، هشتغل ازاي، اكيد عنده الشكل العام اللي هي الفرقه الثانيه هيقدر هيشتغل بيها ازاي، مفاتيح اللعبه هتبقى عندي ايه بالظبط. فدي ميزه كبيره اللي انت عندك مدير فني، ودي ترجع برضك من جيلنا بنتكلم على الخطه اللي كانت النادي الاهلي عاملها بقى لها فتره، لما حتى الاختيارات بتاعته على موسيماني الناس عامله كده، يعني كابتن محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو جايب واحد ليه الخبرات في افريقيا او خد بطوله افريقيا، حصل اللي هو جاب لك بطوله افريقيا ما خدش وقت كتير اللي هو اتاقلم على طول. ثاني حاجه راجل راح كاس العالم، فاكيد لما ناخد افريقيا اكيد هناخد كاس العالم، يعني هنخش كاس العالم للانديه، فالراجل مش هيحتاج وقت، الراجل عنده الخبرات. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، اللي الناس بتبص لبعيد، بتبص على المدى البعيد، فدي حاجه ميزه اللي انت عندك مدير فني عنده من الخبرات وعنده من الحنكه اللي جينا نتكلم عليها، اللي هو يقدر يدير اللقاءات الكبيره زي كده، حتى لو وقعت مع بايرن ميونخ يقدر يكون عنده الشخصيه بتاعته يفرضها، يشتغل بشكل مميز، فدي حاجه ميزه موجوده عندنا. وحتى على مستوى البايرن في احترام كبير جدا لكل الانديه الموجوده. النهارده يمكن هانز فليك مدرب البايرن بيقول هو رايح الدوحه عشان يقابل افضل الانديه العالميه على مستوى العالم، فاكيد احترامنا للبايرن، لكن كمان البايرن بيحترم كل الفرق الموجوده وخاصه النادي الاهلي. وبالتالي الموضوع زي ما انت اتكلمت فيه، النادي الاهلي سادس مره يكون متواجد في كاس العالم، الخبرات المتراكمه ديت والارقام الكبيره اللي حققها النادي الاهلي لازم تنعكس بجزئين، الجزء الايجابي الثقه في النفس، والجزء الثاني التركيز ثم التركيز ثم التركيز، لان لو عندك ثقه في النفس من غير ما تركز اكيد هتبقى عامل سلبي يعني. اكيد طبعا يا كابتن، وخلي بالك الفرقه الكبيره دي عارفه داخله البطوله دي، عارفه دي برضك بطوله تبقى موجوده عنده في السي في بتاعه او في بطولات النادي الموجوده. واحنا شفنا التصريحات لما النادي الاهلي خد بطوله افريقيا، البايرن ميونخ بعت برقيه اللي بيتكلم بيهني النادي الاهلي، منتظركم في الدوحه. فدي تثبت برضك اللي الراجل برضك بيفكر فيك برضك، يعني الراجل برضك مش فكر فيك، عارف اللي هو النادي الاهلي نادي القرن، فاكيد عايز يشوف الشكل بتاعه ايه، الشكل بتاعه المضمون بتاعه بيشتغل ازاي، المنظومه شغاله ازاي، المدير الفني شخصيته عامله ازاي. فاكيد الناس كلها انت بتلعب بطوله مجمعه باحسن الفرق، العناصر الموجوده عندك، البطولات الموجوده عندك، فلازم اطلع اظهر شخصيه البطل اللي بنتكلم عنها، احسن فرق في كل قاره. وبعيدا عن ان انت النهارده يعني بعيدا عن الدوري وبعيدا عن الكاس اللي انت متعود عليهم، لكن المشاركه العالميه واللعب في البطوله دي حاجه تانية خالص.